مرحبا بكم أيها الأصدقاء مرة أخرى في برنامج يا للصحة مع الدكتور محمود المهندس، حيث أشارك معكم إجابات مختصرة أقل من 10 دقائق مبنية على الدليل العلمي المستند إلى آخر الأبحاث الطبية المعتمدة عن أهم الأسئلة المتعلقة بالصحة والعافية. وسؤال اليوم يقول: دكتور محمود، كيف أعرف إذا ما كانت صحتي جيدة، في حالة جيدة أم لا، خاصة في وقت هذا الوباء المستمر؟ لأننا نعرف أن الصحة الجيدة أساس في التغلب على هذا الفيروس حالة أننا تعرضنا له. أنا في العموم يعني عندي مقياسي الشخصي، أسميه مقياس Dr. L's Scale of Health أو مقياس الدكتور المهندس في للصحة، مكون من 10 نقاط وسوف أشاركه معكم اليوم. هذا يعطينا فكرة عامة، ليس هذا يعني المقياس الوحيد، هناك مقاييس أخرى، لكنه يعطينا فكرة عامة عن يعني الصحة الداخلية أو الصحة الأيضية الداخلية التي لا نراها بالعين المجرد. النقطة الأولى أو العامل الأول هو مستوى مقياس الخصر أو الوسط، يعني أقيسه بهذه بمقياس أو بشريط أضعه حول الوسط، حول السرة والوسط. فإذا ما كان المقياس 102 سنتيمتر بالنسبة للرجال أو أقل، وبالنسبة للسيدات 88 سنتيمتر أو أقل، تأخذ نقطة، تعطي نفسك نقطة، وإذا ما كان أكثر تعطي نفسك صفرا. العامل الثاني هو مستوى ضغط الدم، يعني أريد أن يكون مستوى ضغط الدم 120 على 80 أو أقل، وأخذ المتوسط، يعني يقاس ضغط الدم في أوقات مختلفة أثناء اليوم وأنت مرتاح يعني، ثم تأخذ المتوسط. العامل الثالث هو مستوى نسبة السكر في الدم، يعني المؤشر السكر التراكمي هو أدق مؤشر لأنه يدل على نسبة السكر في الدم، السكر المرتبط بخلايا الدم الحمراء في آخر 3 أشهر. وبالتالي هذا يعني تحتاج أن تذهب إلى معمل أو مختبر لقياسه. إذا ما كان 5.7 أو أقل تعطي نفسك نقطة، إذا ما كان أكثر يعني تعطي نفسك صفرا. العامل الرابع هو عامل الدهون الثلاثية في الدم، وأريد أن تكون الدهون الثلاثية أو الترايغليسرايدز في الدم 150 أو أقل، 150 ميليغرام على الديسيليتر الواحد أو أقل. هذا يعني أنا ما أذهب به، يعني هذا مقياسي الشخصي. العامل الخامس هو عامل High density cholesterol أو الكوليسترول عالي الكثافة. عند الرجال يجب أن يكون 40 أو أكثر، 40 ميليغرام على الديسيليتر، وبالنسبة للسيدات المفروض أن يكون 50 ميليغرام على الديسيليتر أو أكثر حتى تعطي نفسك نقطة. العامل السادس هو إذا ما كنت تأخذ أدوية أم لا. إذا كنت لا تأخذ أي أدوية، طبعا هذا غير المكملات الغذائية، يعني فيتامين دال وما شابه ذلك لا تحسب، لكن إذا ما كنت تأخذ أدوية تعطي نفسك صفرا، إذا لم تأخذ أي أدوية تعطي نفسك واحد. العامل السابع هو التدخين، إذا لم تكن مدخنا تعطي نفسك واحد، وإذا كنت مدخنا تعطي نفسك صفرا. العامل الآخر هو النوم، إذا ما كنت تحصل على عدد ساعات من النوم ما بين 6 إلى 8 ساعات من النوم المريح في الليل تعطي نفسك واحد. إذا ما كان عندك مشاكل في النوم، يعني لا تستطيع أن تنام على الأقل 6 ساعات متصلة في الليل، تعطي نفسك صفرا. العامل الآخر هو عامل يعني إذا ما كانت حياتك نشطة وتعمل تمرينات وتمشية بشكل دوري منتظم تأخذ نقطة، ما عدا ذلك تأخذ صفرا. العامل الأخير أو العامل العاشر هو إذا ما كنت شخصت بمرض مزمن أم لا، يعني إذا كنت خالي من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين والسكري والأمراض الأخرى تعطي نفسك واحد، إذا ما كان عندك مرض مزمن تعطي نفسك صفرا. وفي الآخر تحصل على رقم، يعني عموما أنا أتمنى أن يكون الرقم الذي تحصل عليه 8 أو أكثر من 10، فإذا ما حصلت على مثلا 9 كانت
نسبة صحتك 90%، 77%، 55%. طبعا يعني أقل من 6 يجب أن يكون هناك حذر، ويجب أن تأخذ الأمر بجدية. هذا ما أنا أذهب به، هذا هو مقياسي الشخصي لقياس صحتي أنا، وأيضا أتعامل معه مع المرضى، يعني أتعامل به أو أطبقه على المرضى الذين أراهم، بصرف النظر عن المظهر الخارجي وإذا ما كنت خاليا من يعني آلام أو أوجاع أو ما شابه ذلك. تمنياتي للجميع بصحة وعافية، وموسم إنفلونزا خالي من الأمراض إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في قناتكم هذه التي بدأتها لكم، ومشاركة هذه المعلومات مع الآخرين حتى ننشر الخير بين الناس. وإلى اللقاء في المرة القادمة إن شاء الله.